بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مواصلة في محاضرات الأوتونوميك نيرفس سيستم. الأسبوع الفات كان تكلمنا عن الباراسيمباسومايماتيك اللي هو the drugs that mimic the action of acetylcholine and they act as muscarinic and nicotinic agonist. الآن إن شاء الله حناخذ البارت الثاني اللي هو الانتاغونيست، ونحن ممكن نسميها بارا سيمباثوليتكس، او ممكن نسميها كولين ريسبتور بلوكينج ايجنتس اور دراجز، او ممكن نسميها كولين ريسبتور انتاغونيست. طيب الكولين ريسبتور بلوكرز اور كولين ريسبتور انتاغونيست، طبعا اكوردنج للريسبتورز كلنا عرفنا من المحاضره او من الاسابيع اللي فاتت انه الاسيتايل كولين عنده تو كايند اوف ريسبتورز، عنده ماسكارينيك ريسبتورز بالإضافة عنده نيكوتينيك ريسبتورز. فنحن بالنسبة لنا في البلوكرز عندنا خيارين، يا إما تكون ماسكرينيك بلوكرز يا إما تكون نيكوتينيك بلوكرز. بالنسبة للدراجز ذات بلوكينج ماسكرينيك ريسبتورز ممكن تكون نون سيلكتيف، ودي معظم الأدوية، أو ممكن تتارجت سيلكتيفلي M1 ريسبتورز. كلنا عارفين M1 ريسبتورز هي موجودة على مستوى الباريتال سيلز أوف جي آي تي ومسؤولة من HCL سكريشن، عشان كده ممكن نستخدمها في علاج البيبتيك ألسرز. النيكوتينيك ريسبتورز لو متذكرين قسمناها النيكوتينيك موسكولر اللي هي موجوده في الاسكيلت المسلز في السوماتيك نيرفس سيستم مسؤول من الفولنتري مسلز، وعندنا النيكوتينيك نيورونال ام ان ريسبتورز هي موجوده في الجانجليا بتاعت السيمباثيتك والباراسيمباثيتك. فالبلوكرز ممكن تكون نيكوتينيك بلوكرز يا اما بتعمل بلوكينج للنيكوتينيك موسكولر ريسبتورز الموجوده في الاسكيلت المسلز، يا اما تكون جانجليونيك بلوكرز اللي هو بتعمل بلوكينج للنيكوتينيك نيورونال ريسبتورز الموجوده في الجانجليا بتاعت السيمباثيتك والباراسيمباثيتك. او ممكن تكون الكولينرجيك بلوكرز ممكن تكون ماسكرينج انتاغونيست، يعني ما تكون نون سيلكتيف بلوكرز، ولا ممكن تكون سيلكتيف ام 1 انتاغونيست. ونحن اخر حاجه في المحاضره بتاعت الاسبوع الفات كان اتكلمنا عن مستوى الكولين استيريز ريجينريترز اللي هم الاوكزيمز زي البرالاتوكزيمز، ديل بيعيدوا من انتاج الكولين استيريز، وبالتالي بمعنى اخر بيزيدوا من تكسير الاستايكولين وبالتالي بيقللوا من الايفكت بتاع الاسيتايلكولين. فنحن برضو ممكن نعتبرهم اس بلوكر، لكن ذا مين كلاسز يا اما تكون ماسكرينيك بلوكر يا اما تكون نيكوتينيك بلوكر. طيب زي ما ذكرت الكولين ريسبتور بلوكينج ايجنتس اور انتاغونيست بتقسم على حسب الريسبتورز، يا اما دراجز بلوكينج ماسكرينيك ريسبتورز، ولا ممكن تكون تعمل بلوكينج للنيكوتينيك ريسبتورز. بالنسبه للنيكوتينيك ريسبتورز يا اما تكون جانجليونيك بلوكرز بلوكينج نيكوتينيك نيورون ريسبتورز الموجوده في الجانجليا بتاعت السيمباثيتك والباراسيمباثيتك، او ممكن تعمل بلوكينج للنيكوتينيك ماسكولار ريسبتورز اللي هي موجوده في النيورومسكولار جانكشن، عشان كده احنا بنسميها نيورومسكولار جانكشن بلوكرز، ودول بيشتغلوا في النيكوتينيك ريسبتورز. بالنسبه للجانجليونيك بلوكرز استخدامه بسيط جدا الان، يعني كانت من الادويه تم اكتشافها بدري في 1940 1930 1950، فبيقاس استخدامه بسيط جدا، ما مستخدمه كلينيكالي بكثره. ان شاء الله في نهايه المحاضره حنمر على التفاصيل بتاعت الجانجليونيك بلوكرز. نبدأ بأول كلاس اللي هو the drugs that blocking muscarinic receptors، نحن نسميها muscarinic receptors antagonist أو muscarinic receptors blocking agents. طبعا في بعض الكتب برضو بسميها زي ما ذكرت من المحاضرة بتاعت الأسبوع الفات بسميها parasympatholytics، parasympatholytics اللي هي anti muscarinic agents. كل muscarinic receptors blocking agents هما competitive antagonists، هما they block the receptors by competing. احنا اتفقنا في المحاضرة الأولى في الفارماكو كاينتيك لو الناس مستحضرة والفارماكو دايناميك، اتفقنا ان الانتاجونيزم من ناحية الفارماكولوجي يكون كومباتيتيف، والكومباتيتيف يكون ريفيرسيبل والريفيرسيبل، وممكن يكون نون كومباتيتيف. كل الماسكرينج بلوكرز هم كومباتيتيف انتاجونيزم، هم كومباتيتيف انتاجونيزم، ومصلي هم ريفيرسيبل كومباتيتيف انتاجونيزم. بالنسبة لنا في الماسكرينج سيترس بلوكينج ايجنتس الناتشرالي اوكيرينج كومباوندز هم الكلويدز. عندنا اول واحد هو الاتروبين، الاتروبين هو البروتوتايب. لما نقول كلمه بروتوتايب معناه هو the first discovered agents، وعندنا الهيوسين ديل هما ناتشرالي برودوس وهما الكلويدز. عندنا الاتروبين ان هيوسين، وعندنا بعض الكومباوندز الثانيه اللي هي ممكن تكون سيمي سينثيتكس، وعندنا بعض الانتي ماسكرينج ايجنت هما توتالي سينثيتك كومباوند. نبدا باول واحد هو الاتروبين، في بعض الكتب بيسموه الهيوسيامين ودي التسميه الكيميائيه بتاعته. الاتروبين هو البروتوتايب اوف انتي ماسكرينج ايجنتس، هو ذا فيرست ديسكفرد انتي ماسكرينج ايجنتس. طبعا بينتج من نبات اسمه اتروبابلادونا، اتروبابلادونا، او في ناس بيسموها الديدلي نايت شيدز،
ديتلي نايت شيتس دي هما بيسموه الباذنجان المقاتل. وفي بعض النبات الثاني اسمه الداتورا استرامنيوم اللي هو الثور ابل اللي هو ده الشكل بتاعه الثور ابل اللي هو بتحس انه زي الابل لكن فيها اشواك يعني. النوع الثاني من الالكلويدز هو الهايوسين. والهايوسين الامريكان بيسموه سكوبالامين نفس التسميه الهايوسين والسكوبالامين هو حاجه واحده. ديل بينتجوا من ماده اسمها هايوسياس هايوسماس نيجر هايوسين نيجر اللي هو ريتش باي سكوبالامين او هايوسين. التو كومباوند سواء كانت هايوسين ولا سواء كان اتروبين هما الكلويدز هما تيرشري امونيوم كومباوند كلهم فيهم التيرشري امونيوم كومباوند. كلنا عارفين لما نقول تيرشري امونيوم كومباوند معناها هاي لايبوفيليك هاي ليبيد سولوبل. وكل المواد الهاي ليبيد سولوبل الابزوربشن بتاعها بيكون سريع بتكون ريلي ابزوربت وبيحصل لها ابزوربشن من كل التيشوز ممكن من القط من الكونجكتايفر ساكس لو استخدمناها في شكل اي دروب. وبالاضافه هنا بتقدر تعمل كلوسنج للبلوت برين بريير وتصل البرين بتركيز عليه. والناحيه بتاعه الاستراكشر الكيميائي الاتروبين والهايوسين يا شباب نفس الاستراكشر نفس الاستراكشر هما كوارتين الامونيوم كومبوزيت اللايبوفيليك بتاعتهم. اذا وجدت الاكسجين رينج هنا بالشكل ده ده الهايوسين اذا ما وجدت الاكسجين ده الاتروبين فهما بيشابوا في المركب بتاعهم وهما الاثنين ناتشورالي اوكيرينج الكولويدز. في اذر ايجنتس بتشتغل اسنتي ماسكريك نعم موجوده عندنا الايبروتروبيوم. الايبروتروبيوم طبعا هو كوارتيرنري امونيوم نقول كوارتيرنري معناها هو ليبيد سوليد بتاعته بسيطه مولي ووتر سوليد. الايبروتروبيوم عنده ميزه انه هو بيعمل برونكودايليشن وبيقلل من السكريشن دي حاجه بتميز الايبروتروبيوم عشان كده بنستخدمه از انهيليشن في تريتمنت بتاع الازمه والكرونيك اوبستركتيف بولمونري ديزيز بيستخدمه از برونكودايليتر في شكل بخاخ بيستخدم لوكالي في شكل بخاخ. مثال ثاني لايجنتس بتستخدم از انتي ماسكلينيك غير الهيوسين وغير الاتروبين وغير الايبروتروبيوم عندنا تو كومباوند هما تيرشري امين هاي لايبوفيليك وبيستخدم توبيكالي في الاي از اي دروب وبنستخدمهم دائما ناس العيون ناس الاوبثالميك يوز لانهم بيوسعوا العين كويس وبنقدر نفحص الريتنا بطريقه ممتازه جدا. فعندنا السايكلو بنتوليت وعندنا التروبوكومايد ديل تو ايجنت دائما موجودين في شكل اي دروب بنحطهم في العين عشان لما نكون دايما نشخص بعض الامراض في العين لانها هي بتوسع من البيوبيل وبنقدر نشوف الريتنا بطريقه كويسه. مثال ثاني وده سيلكتيفلي احنا قبل قلنا وي كلاسيفاي ماسكرين انتاجونست لنوعين يعني ما تكون نون سيلكتيف ومعظمهم هم نون سيلكتيف وعندنا سيلكتيف ام 1 ونحن قلنا ام 1 هي اصلا موجوده في الجي اي تي ريسبونسبل فور اتش سي ال سيكريشن. فعندنا البايريزامين البايريزامين هو سيلكتيف ام 1 بلوكر وممكن نستخدمه في علاج ممكن نستخدم البايريزامين في علاج البيبتيك ألسر. عندنا اذر نون سيلكتيف ايجنتس وفي بعض منهم بيشتغل في ام 3 ريسبتورز ديل بنستخدمهم مينلي في اليورينري تراكت سيستم. عندنا الاوكسيبيوتينين وعندنا الدولدريدين وعندنا الداريفيناسين ديل ايجنتس لما تلقاهم في روشته دائما بيستخدم في علاج السلس البولي اللي هو اليورينري انكونتيننسز لانه هو بيقلل من عمليه بتاعه الميكتيوريشن لانه باي بلوكينج ذا ماسكينج سيسترز في الحته بتاعه الكينيتو يورينري تراكت احنا كده بنقلل من عمليه الفويدنج بنقلل من عمليه الميكتيوريشن اللي هي عمليه التبول وكده ممكن نعالج العمليه بتاعه اليورينري انكونتيننسز اللي هو العمليه بتاعه السلل البولي او التبول اللا ارادي ودي حاجه بيستخدم بكثره بالذات في الاطفال ممكن تستخدم اللي هو عندنا الدولدريدين والداريفيناسين والاوكسيبيتين. طيب من ناحيه بتاعت ميكانيزم اوف اكشن انا ذكرت الميكانيزم اوف اكشن اوريدي قلت كل الايجنتس سواء كان الاتروبين الهايوسين الايبروتروبيوم البايريزامين الفاميلي بتاعت السايكلوبنتوليتس والفاميلي بتاعت الاوكسيبيتين ديل دي اكت باي competitive reversible blocking of the muscarinic receptors. والعمليه دي عمليه surmountable شرحنا كلمه surmountable لما تكلمنا عن الاوتونوميك في الفارماكو دايناميك بمعنى انك لما تزيد من تركيز الاجونست كده بتقدر تعمل ريموفل للانتاجونست وكده بتقدر ترجع الايفكت بتاع الاجونست بمعنى هي ريفرسبل نقول كلمه ريفرسبل معناها هي surmountable معناها قدر ما تزيد من تركيز العمليه بتاعه الاجونست كده بتقدر تعمل ريفرس الايفكت بتاع البلوكر. طبعا الاتروبين هو نون سيلكتيف بيشبه الادويه معظمها هي نون سيلكتيف دي بلوك ام 1 اند ام 2 اند ام 3 ريسبتورز نون سيلكتيفلي. ناخد في بالنا انه في بعض الايجنتس عندها ادفيرس افكتس ريليتد للبلوكينج بتاع الماسكرينج ريسبتورز يعني عندنا ادويه بتشتغل مينلي في السنتر النيرف سيستم اللي هو زي الانتي سايكوتيك اللي بنستخدمه في علاج الشيزوفرينيا الجنون
وعندنا برضو الانتي ديبريسنتس. فالانتي ديبريسنت والانتي سايكوتكس اللي هو المستخدم في علاج الدبريشن عندها افكت طبعا بيعمل ريليف, بتعمل ريموف ريليف فور ديبريشن, ريليف ريموف فور ذا شيزوفرينيا والسايكوزيس. لكن لقوا انه سم اوف ذيس دراجز دي كان بلوك ماسكينج ريسبتورز, وبالتالي بيكون عندهم ادفيرس افكت ريليتد للبلوكينج بتاع الماسكينج ريسبتورز. بتلقى لها بتعمل لنا دراي ماوث, بتعمل ريتينشنز, بتعمل بليرد فيجنز, ودي كلها نتيجه انك بتعمل بلوكينج للماسكينج ريسبتورز. لكن من ناحيه الميكانيزم اوف اكشن كل الايجنت دي بتشتغل على ريفيرسيبل كومباتيتيف انتاجونست توورد ماسكينج ريسبتورز. ناخد في بالنا انه دي سي ام 1 ان ام 2 ان ام 3, وطبعا الديستريبيوشن بتاعنا خدناه من المحاضره الاولى. طيب في حاجه مهمه جدا انه الديفرنت انتي ماسكرين ايجنتس عندهم اختلاف في حاجتين رئيسيات. الاختلاف الاول هو على حسب السيلكتيفيتي, زي ما شفنا البايريزامين هو سيلكتيف ام 1 بلوكر, لكن كل الادويه الثانيه هي تشتغل نون سيلكتيفلي. دي الحته الاولى. الحته الثانيه في السورس بتاعها, هل هي توتالي ناتشرال ايجنتس زي ما شفنا في الهايوسين, زي ما شفنا في الاتروبين, ولا هي سيمي سينثيتك ولا سينثيتك. الحته المهمه جدا في اختلاف من ناحيه بتاعه التيشو, يعني هم بيعملوا بروكينج نون سيلكتيفلي, لكن بتلقى انه في بعض الاورجانس افكتد باي ذيس دراجز مور ذان ذيس دراجز. وده السبب اللي خلينا بنستخدم الاوكسيبيوتينين فور اكزامبل, بنستخدمه مينلي في اليوريني انكونتيننسيس لانه هو بيعمل افكت مينلي في البلادر. اما بنيجي نلقى السايكلوبنتريتس بنستخدمه مينلي في الكونجكتايفه, بنستخدمه في الاوبثالميك في العيار في العيون, فبالتالي بيختلف على حسب التيشو. ندي مثال الاتروبين. لما نتكلم عن الاتروبين بنلقى انه the most sensitive tissue toward the atropine. الاتروبين بيقدر يعمل blocking للماسكينج ريسبتورز بطريقه قويه جدا لما تكون الماسكينج ريسبتورز موجوده في السلايبري جلانس, في البرونكيال جلانس, في السويت جلانس. عشان كده بقى adverse effect بتاعتك mainly related to these kind of receptors الموجوده على مستوى الجلانس. لكن الايفكت بتاع الاتروبين بالرغم انه بيعمل blocking ل M1 و M2 و M3, لكن بنلقى الايفكت بتاعه في الجاستريك باريتال سيلز بيكون بسيط in compare مع السويت جلانس واللاكريمال جلاند والبرونكيال جلاندز والسلايبري جلاندز. حتى عشان بنلقى انه البانكرياتيك سيكريشنز بتلقى فيري ذا ليست افكتد باي ذيس كلاس اوف دراجز. فمعناها الديفرنت ماسكرين ايجنت بيختلفوا من ناحيه السورس زي ما ذكرتها, في بعض منهم ناتشرالي اوكيرنج, في بعض منهم سيمي سينثيتك, في بعض منهم سينثيتك. نمره 2 بيختلف من ناحيه السيلكتيفيتي, عندنا سيلكتيف ام 1 بلوكر زي البايريزامين ذكرناه هنا, وعندنا موست اوف ذيم دي ار نون سيلكتيف. الاختلاف الثالث انه هو البلوكينج بتاع التيشو بيختلف من واحد لواحد, عشان ده بيحدد لنا الكلينيكال انديكيشنز زي ما ذكرت على مستوى الجي اي تي. بنلقى السلايفري جراند ذا موست افكتنج وان, لكن البايريتال سيل اقل, لكن بنلقى البانكرياتيك سيلز ذا ليست افكتد باي ذيس كلاس اوف دراج. طيب هناخد الايفكت بتاع الماسكرين انتاجونز ان ديفرنت اورجانز. احنا عرفنا من المحاضره الاولى انه السيمباثيتك نيرفس سيستم بيلعب دور مهم جدا في الكونتراكشن بتاع السموث ماسلز, وبيلعب دور مهم جدا في السيكريشنز من كل الجلانس. متفقين على الحاجه دي من المحاضره الفات, وضحت لنا جدا لما تكلمنا عن مستوى الباراسيمباثوماتيك في المحاضره بتاعت الاسبوع الفات. هنا حيكون الاثر معكوس, يعني هناك بتزيد هنا حشنو حتكون بتنقص. فبنلقى اول اثر على مستوى السيكريشنز, فهي بتعمل انهبيشن لكل السيكريشنز, سواء كان السيكريشن في السلايفري جلانز, سواء كان السيكريشن في اللاكريمال جلانز, سواء كان في البرونكيال جلانز, سواء كان في السويت جلانز. كلهن بيحصل لهم انهبيشن للسيكريشن بتاعهم بوجود الانتي ماسكرين ايجنتس. عشان كده بنلقى الادفيرس افكتس ريليتد للاتروبين اذر انتي ماسكرين افكت نتيجه للنقصان في السيكريشن. فبتعمل هي فور اكزامبل نقصان في السلايفري بتعمل دراي ماوث, بتعمل نقصان في اللاكريمال جلانز, وبالتالي ما في تيرز, فبيكون عندنا دراي اي. وكذلك عندنا بلوكينج للسويت جلانس, ما في سويتنج, فبيكونوا عندنا مشكله في التيربوريتري وممكن تحصل هايبر تيرميا, وعندنا دراي سكين, فبيكون عندنا انكومفورتبل دراي ماوث, انكومفورتبل دراي سكين, انكومفورتبل دراي اي, نتيجه للانهيبيشن فور اول سيكريشن. الجاستريك سيكريشن از اولسو ريدوسد, لكن زي ما قلت سلايتلي, لانه هي ليس افكتد وان يو كومبير وذ اذر جلانس. برضه الميوكوسيلري كليرنس, يعني انت لما تقلل من عمليه السكريشنز معناها قللت من عمليه الكليرنس, وبالتالي ممكن تلقى انه السكريشنز ما قاعده تطلع, ودي حته بتخلي لنا مشكله بالذات في الناس الازماتيك. بالرغم انك بتعمل برونكو دايليشن, لكن المساله بتاعت الميوكوسيلاري كليرنس بتكون بسيطه نتيجه انك قللتها من شنو؟ قللتها من السكريشن. الحاجه دي مشكله في الازماتيك بيشن, لكن بنلقى انه الايبروتروبيوم ما بيعمل الحاجه دي. يعني الايبروتروبيوم بيعمل برونكو دايليشن وفي نفس الوقت بيقدر شنو؟ بيقدر يعمل كليرنس لكل السكريشنز, ودي حاجه بتخليه عنده ادفانتجز, وبتخليه نستخدمه از انهيلر في العلاج بتاع الازمه
and COPD اللي هو chronic obstructive pulmonary disease. طيب بالنسبه للسموث ماسلز الكلين في الباراسين بقى سمعت يقولوا بتعمل كونتراكشن هنا اكيد وني بلوك معناها هتعمل شنو؟ هتعمل ريلاكسيشن. فبنلقى انه في ريلاكسيشن في كل السموث ماسلز، في البرونكيال سموث ماسل، في الباليري سموث ماسل، في اليوريناري تراكت سموث ماسلز، كلها بيحصل لها ريلاكسيشن. وده السبب الرئيسي اللي بيخلي ان الواحد لما يستخدم انتي ماسكلين ايجنتس بيحصل له يوريناري ريتينشن، لانه ما في كونتراكشن بيحصل على مستوى البلادر، ما في كونتراكشن بيحصل على مستوى التروس المسلز، معناها ما في مساله بتاعت ميكتيوريشن اند فويدنج، ما في تبول، فبيحصل يورينري ريتينشن. فواضح من الايفكت على مستوى السموث ماسلز، واضح من الايفكت بتاع الايفكت على الجلانس، واضح لنا الادفيرس ايفكت. يعني الادفيرس ايفكت مثلا هتكون دراي ماوث لانه ما في سلايفا، هيكون عندنا دراي سكين لانه ما في سويتنج، هيكون عندنا دراي اي لانه ما في لاكريميشنز، هيكون بالاضافه لنا عندنا urinary retention لانه ما في contraction على مستوى السموث ماسل، هيكون عندنا constipation لانه ما في contraction على مستوى الجي اي تي، وبالتالي في نقصان في الموتيليتي وحيحصل constipation. ناخذ الايفكت على different organ في الاي. لو متذكرين في الاي نحن متذكرين انه الاسيتايل كان عنده 3 important effect. لو الناس متذكره انه كان بيعمل meiosis لانه بيعمل contraction للايرس سفنكتر muscles، وبالاضافه انه بيعمل الكونتراكشن للسيلري ماسلز، وده مهم جدا في الاكوموديشن تو نير فيجن. ونمره 3 ودي كانت مهمه جدا انه بيزيد من الفلو بتاع الاكليس هيومر فورميشن، وبالتالي بيقلل من الانترا اوكيول بريجر. طيب هنا العكس هيكون، طالما اف يو بلوك الماسكلينك ريسبتورز الموجوده على مستوى الاي اللي هي ميلي ام 3 ريسبتورز، فبيحصل العكس، فبيكون الايفكت على مستوى الاي. اول حاجه بيحصل مايجرييسس لانك تعملت ريلاكسيشن، لانه ما في كونتراكشن للسفنكترز معناها في ريلاكسيشن، فبيحصل بيوبل ديليشنز اللي هو نحن ذا بيوبل ديليت اللي احنا بنسميها مايدريسيس، وده بيخلي لنا المساله بتاعت البليرد فيجن لانه ما بيكون في ريسبونس لللايت، لانه البيوبل بيكون ديليتد، وبالتالي بتلقى بيحصل مايدريسيس، بيحصل بليرد فيجن لانه ما في ريسبونس بكل اللايت. نمره 2 بيحصل لوس اوف اكوموديشن تو نيور فيجن، لانه احنا اتفقنا انه فاتت انه باي كونتراكشن اوف ذا سيلري ماسلز بقدر اكوموديت تو نيور فيجن، بقدر اركز في الرؤيه. لكن بالنسبه لنا اف يو ريلاكس ذا سيلري ماسلز معناها بيحصل باراليسيس للسيلري ماسلز، وبالتالي بيحصل لوس اوف اكوموديشن، لوس اوف ذا ابيليتي تو اكوموديت. العمليه دي بنسميها سايكلوبليجيا، فمعناها بيحصل مايدريسيس وبيحصل معناها سايكلوبليجيا. نمره 3 دالميوزيس، طبعا دالميدريسيس نتيجه للريلاكسيشن اللي حصل للايرس سفنكتر ماسلز، شكل بيحصل مايدريسيس، وده الشكل بتاع البيوبل بيكون فيري دايليتد، نحن سميناها العمليه دي المايدريسيس. نمره 3 الانتراكيولار بريجر اكيد حيزيد، لانه السمباثيتيك نحن قلنا الباراسمباثيتيك بيلعب دور مهم جدا في الفلو بتاع الاكويس هيومر فورميشن، وبالتالي بيقلل من الانتراكيولار بريجر. اف يو بلوك ذيس ريسبتورز هيحصل شنو؟ هيحصل زياده في الانترا اوكيولار بريجر. عشان كده ما بنقدر ندي الادويه دي لبيشنت هو سفر فروم جلوكوما، هي كونترا انديكيتد في النارو انجل جلوكوما. وزي ما ذكرتها في الهاي دوزز لما تكون الجرعه عاليه بيكون في نقصان واضح جدا على مستوى اللاكريمال سيكريشن، وده بيؤدي لنا لانكمفورتبل فيلينج، نحن بنسميه دراي، او في ناس بيسميه ساندي اي. تقول لك واحد حاسس بجفاف، حاسس بتراب، او في حصحاص جوا عيوني، نحن بنسميه دراي اور ساندي اي. وده بيحصل بالذات لما الواحد ياخذ جرعه عاليه، معناها في العين بيحصل مايدريسيس، وبالتالي بيحصل بليرد فيجن لانه ما بيكون في ريسبونس لللايت، بيحصل سايكلوبليجيا اللي هو لوست تو اكوموديت تو نير فيجن، بيحصل زياده في الانترا اوكيولار بريجر معناها هي كونترا انديكيتد في الناس اللي عندهم اوبن انجل جلوكوما. اضيف على ذلك في الهاي دوز بيحصل حاجه اسمها دراي اور ساندي اي لانه ما في لاكريميشن، ما في تيرز، نتيجه انه حصل بلوكينج لديس اكسكراين جلانس. في الكاردوفاسكولار نحن متذكرين الاسيتايل كولين والاذر باراسمباثوماتيك بتعمل استيميشن في الام 2 في الهارد، وبتعمل عمليه بتاعه براديكارديا، معناها انا بتوقع لما ندي انتي ماسكرين ايجنت هيحصل شنو؟ يو بلوك ام 2 ريسبتورز، وبالتالي بيحصل تاكيكارديا، وده بيحصل في المودريت وفي الثيرابيتيك دوزز. لكن لو اديت جرعه بسيطه بتاعه اتروبين بتاعه اذر انتي ماسكرين ايفكت بارادوكسيكالي، يعني بيحصل حاجه عكسيه بتحصل براديكارديا. ليه؟ لانه if you block these receptors بيحصل over stimulation للباراسمباثيتيك نيرفس سيستم، وكده بيحصل زياده في الاستيميشن بتاع الاستايل كولين على مستوى الهارد، وبيحصل عمليه بتاعت براديكارديا. ده بيحصل في الجرعه البسيطه، لان اول ما تكبر الريسبتور ببساطه بيحصل زياده في الفيجل او الباراسمباثيتيك استيميشن، وده بيؤدي انه تحصل بارادوكسيكال براديكارديا. لكن في الوضع الطبيعي في الجرعه الميديوم او الاوبتيمم
بيحصل تاكي كارديا، بيحصل تاكي كارديا. في الهاي دوز لو ادينا جرعة مميتة او جرعة توكسيك بيحصل شنو؟ بيحصل بلوكينج، بيحصل كوندكشن بلوكينج، انترافنتريكولار كوندكشن بلوك، ودي حاجة بتكون فيتر. عشان كده في الاوفر دوز بتاعت الاتروبين والاذر ايجنت يو نيد تو تريت، لازم تعالج، لانه ما عالجت ممكن يحصل انترافنتريكولار كوندكشن بلوك. طيب بالنسبه للبلوت فازلز، احنا اتفقنا من زمان انه البلوت فازل ما انيرفيتد بالباراسيمباثيك، فمعناه لو اديت انتاجونست ما اتوقع بيحصل افكت، ما بيحصل افكت، لا بيحصل فاز دايريشن لا بيحصل فاز كونستريكشن. لكن بوجود الاجونست، اذا كان هنالك اجونست اتخذته سواء خدت باراسيمباثوماميتيك ايجنتس، لو اديت معه اتروبين، لو اديت معه انتي ماسكرين ايجنتس، بيحصل افكت بتاع فازو دايليشن، لانك يو بلوك ذيس ريسبتورز، وبالتالي بيحصل فازو دايليشن. ونتيجه الحاجه دي بتلاقي انه ما بيحصل سوري بيحصل فازو كونستريكشن، بيحصل فازو كونستريكشن، لانه الستايل كولين والاذر اجونيستيك او باراسيمباثوماميتيك ايجنت بتعمل فازو دايليشن. فايف يو بلوك ذيس بيحصل فازو كونستريكشن، لكن دي بتحصل الا بوجود الاجونيست في البلوت فازز، حتى يحصل الافكت بتاع الاتروبين از فازو كونستريكتر، لانه بيعمل بلوكينج للفازو دايليتنج افكت اوف ذا باراسيمباثوماميتيك. طيب في الريسبيرتوري تراكت، احنا اتفقنا في الباراسيمباثوماتيك ايجنتس انه في الريسبيرتوري تراكت بيحصل كونتراكشن، بيحصل زياده في السكريشنز، وده مشكله كبيره جدا في الازماتيك بيشنت. قلنا هنا حيكون العكس بلوكينج افكت، فبنلقى انه الاتروبين الاذر مالتي ماسكرين ايجنتس بتعمل برونكو دايليشن وبتعمل ريدكشن في السكريشن، ودي حاجه عندها افكت مهم جدا في علاج الازماتيك بيشنت، الناس اللي عندهم ازمه، في ناس اللي عندهم كرونيك اوبستركتيف بولمونري ديزيز، ودي حاجه مهمه جدا انه طالما عملت برونكو دايليشن، طالما عملت نقصان في السكريشن، كده ممكن اعالج الازمه والسي او بي دي. لو دايرين نعمل انستيزيا، دايرين نعمل مخدر، بنستخدم انهيلد انستيكس اللي هو المخدر بالغاز. الانهيلد انستيك عندها واحده من المشاكل انها بتزيد من السكريشن بتاعت البرونكيال سكريشنز، عشان كده بنلجا نستخدم الاتروبين ان اذر مالتي ماسكرينج ايجنتس، بنستخدمه عشان نقلل من السكريشن الممكن تحصل نتيجه للانستيزيا. فانتي ماسكرينج ايجنتس دي يوزد از بري انستيك ميديكيشن، او نحن بنسميها انستيك بري ميديكيشنز، اللي هو قبل العمليه بتاعه التخدير بنديها، الغرض منها انه بنعمل ريدكشن للاكيوميشن اوف سكريشن في التراكيا في اللارنج سبانس نتيجه للايفكت بتاع الانهيلد انستيكس. زي ما قلت هو بتلقى دي النورمال فيو، لكن لو لا قدر الله حصل انستيزيا وما اديت انتي ماسكرينج بتلقى انه ده الشكل اللي هو بنسميه لارنج سبانس، بيحصل نقصان او ضيق في اللارنجيال سبيس. في الجي اي تي احنا اتفقنا زي ما شفنا في الـ في الـ في ده انه هو الباراسيمباثوماميتيك او الستايل كولين ايجنت بيزيد من الموتيليتي. طيب لو عملت بلوكينج باي ذا بلوكر ايجنت هيحصل نقصان في الموتيليتي، هيحصل نقصان في السكريشن، معنى الفكت زي ما حصل في شفناه في اللنج، فبيحصل نقصان في الموتيليتي والسكريشن انهبيتد باي اتروبين. طبعا في السلايفا قبل ذكرت الحته دي انها بتقلل من السلايفا سكريشن وبيؤدي الى دراي ماوث، وهي واحده من المشاكل اللي بتواجهنا كادفيرس افكت، لانه بيحصل دراي ماوث بعد استخدام الاتروبين، بعد استخدام الاذر انتي ماسكرينيك ايجنتس. الجاستريك سكشن برضه بتقل لكن هي ليس اف يو كومبير ويز ذا سلايفا. طبعا البانكرياتيك والانتستاين سكشن زي ما ذكرنا من المحاضره اللي فاتت انه ليس انيرفيتد باي باراسيمباثيك نيرفس سيستم، معناها البلوكر عندها ليست افكت، اقل افكت بيحصل على مستوى البانكرياس، اقل افكت بيحصل على مستوى الانتستاينال سكريشنز. عندنا سيلكتيف ام 1 بلوكر اللي هو موجود على مستوى البارييتال سيلز ومسؤول من اتش سي ال سكريشنز، عندنا زي البايرينزامين وعندنا التيرينزامين. التيرينزامين والبايرينزامين هما سيلكتيف ام 1 بلوكر وبتقلل من الجاستريك اسيد سكريشن، ممكن تستخدم في علاج البيبتيك ألسر، لكن ما بقت تستخدم لانه في اذر افكتيف ايجنتس غير الانتي ماسكرينج ايجنتس. في الجينيتيو يورين تراكت اتفقنا ان هي مسؤوله من عمليه الميتيوريشن، مسؤوله بتاعت عمليه بتاعت البويدنج، لانها بتعمل كونتراكشن للتيتروس المسلز ده الاستايكولين، وبيعمل ريلاكسيشن للسفينترز. طيب لو عملت بلوكينج الايفكت معناها حصل شنو؟ معناها هيحصل يورينري ريتينشن، اليوري ما حيقدر يطلع، لانها هتعمل شنو؟ هتعمل ريلاكس للسموث مسلز بتاعه اليوريترز والبلادر، وبالتالي كده اليوري ما حيقدر يطلع، فهيحصل شنو؟ هيحصل يورينري ريتينشن، خاصه اذا كان البيشن عنده بروستاتيك هايبربلاسيا، عنده تضخم في البروستات. ده الوضع الطبيعي، يعني احنا بنلقى اليوريترا ودي البلادر، بنلقى ده الوضع بتاع البروستات بيكون موجود هنا. في حاله البناين بروستاتيك هايبربلاسيا هو تضخم في البروستات، بيحصل ضيق في المجرى بتاع اليوريترا نتيجه بتاع اليوريترا، لانه في تضخم بيحصل في البروستات. فلو في بيشن عنده
بنايم بروستاتيك هاي بليز اصلا عنده نقصان في التبول لان المجرى شبه مقفول. فلو اديته انتي ماسكنيك كده عملت يورينري تنشن زياده، عشان كده البيشنت ويت بنايم بروستاتيك هاي بليز كونترا انديكيتد انهم ياخذوا انتي ماسكنيك ايجنتس. زي ما اليوترس اللي هو الرحم ما ينرفيتد بالباراسيم بس تك معناها برضو الانتي ماسكنيك ما عندها افكت على مستوى اليوترس. السويت جلانس كلنا اتفقنا بتقلل من عمليه السويتنج بروسيس، نحن بنسميها عمليه بتاعه الاوليجو هيدروسيس. طالما اف يو بلوك ذس معناها هيحصل نقصان في السويتنج، سواء كان السويتنج جاي من السمبثيتك ولا جاي من الباراسمبثيتك. انا اتفقنا انه السويت جلانس برومينا هي نيرفيت باي سمبثيتك، لكن ستيل الريسبتور بتاعتها ماسكرينيك، لانه المين نيورو ترانسميتر دي الاكسبشنز اللي ذكرناها في المحاضره الاولى. المين نيورو ترانسميتر في حاله السمبثيتك سويت جلاند هو الاسيتايل كولين، هي بتعمل بلوكينج للماسكرينيك ريسبتور سواء كان في السمبثيتك سواء كان الباراسمبثيتك، وكده بتعمل سبريسنج للثيرمو ريجوليتوري سويتنجز. طبعا في الوضع الطبيعي والجرعه البسيطه ما بتحصل زياده في الدياز، صح بيحصل نقصان في السويتنج لكن ما بيحصل فيفر، لكن في الهاي دوز بنلقى انه تحصل هايبرثيرميا، بمعنى انه the body temperature is elevated. ليه؟ لانه ما في sweating اللي هو مسؤول من عمليه thermoregulation، فبتحصل حاجه اسمها atropine fever، بتحصل mainly في الهاي دوز او بتحصل في الناس الكبار والاطفال لو اديناهم atropine، بنسميها atropine fever. طبعا دي تدل الاكراين والابروكراين والسبيشيس جلاند، دي كلها جلاندز مسؤوله بنلاقيها في السكين. فالاكراين جلاندز يطلع على السويت، اما الابوكراين جلاند برضه بيطلع على السويت لكن through the hair follicles هنا يعني. فدي بنسميها ابوكراين جلاندز والاكراين جلاندز، وطبعا دي مسؤوله من الثيرموريجوليتوري، دي مسؤوله من الكنترول بتاع التمبريتشر. اف يو جيف انتي ماسكينج بتعمل بلوكينج للاثنين، دي الاكراين جلاند والابوكراين جلاند والسبيسيس جلاند. اخر تشو شو هو السينس، طبعا الافكت بتاع الاتروبين والانتي ماسكينج بذات الاتروبين لانه بيعمل كروسنج للبلوت برين بارير، يعني زي ما بيقولوا هو تيرشري امونيوم كومباوند، فبيعمل اكزايتاتري افكت، فبيحصل مايلد ريستلسنس، وفي الهاي دوز ممكن يحصل اجيتيشن وبيحصل ديس اورينتيشن، بيحصل اجيتيشن وهاي اورينتيشن في الهاي دوز، في اللو دوز بيحصل مايلد ريستلسنس. طبعا المهم جدا نعرف انه الاتروبين بيستخدمه زي ما ذكرنا انه مرات بناخد اوفردوز من الكولين ستيريز انهيبيتر زي الفيزوستيجمين، ولا زي ما شفناه في الاورجانوفوسفورس في نهايه المحاضره بتاعت الاسبوع اللي فات الاندايركت سمباسوماتيك. فلو زول تعرض لاورجانوفوسفورس كومباوند بكميات كبيره بيكون في زياده في الاستاب كولين كونسنتريشن حتى تكون سنترالي، فبندي حتى زي دي اتروبين، ودي مهمه جدا تو بلوك ذا ماسكرينج ريسبترز ان ذا برين اند تو بريفنت ذا افكت اوف ذا فيزوستيجمين اند اذر كولين ستيريز انهيبيتر، وكده بنقدر نعالج بيها البويزنينج البس الاورجانوفوسفيتس. الهايوسين في الهاي دوز او في اللو سوري في اللو دوزز بيعمل سيديشن، لكن في الهاي دوز بيعمل ذا سيم افكت اوف اتروبين اللي هو ريستلسنس واجيتيشن ولاك اوف كوردينيشن. الهايوسين عنده افكت مهم جدا، بيشتغل از انتي ميتيك، وبنعالج به واحده من الفيستيبولر ديستربنسز ديس اوردرز نحن بنسميها موشن سيكنس. في ناس عندهم مشكله لما يركبوا طياره او يركبوا بحر ولا يركبوا عربيه، في ناس ايفن لما يركبوا عربيه مع الحركه بتاعت مركبة سواء كانت طيارة ولا عربية ولا البحر بيحصل لهم حاجة اسمها موشن سيكنس، بيحصل اميسيس. فعشان نعالج الموشن سيكنس بندي حاجة اسمها واحدة بندي انتي ماسكرينج ايجنتس، لان هي عندها انتي ميتيك افكت وبتمنع الموشن سيكنس انها تحصل. اضف على ذلك سنترالي الانتي ماسكرينج ايجنتس بتزيد من الحركة، وبزيادتها من الحركة نحن بنعالج بها الباركنسون ديسيز، ونحن عارفين الباركنسون ديسيز بنلقى انه عنده مشكله، يعني ما يكون عنده نقصان في الدوبامين او زياده في الاسيتايلكولين. فزياده الاسيتايلكولين if you block by anti masking agent فممكن نعالج بها الباركنسون ديزيز. وفي بعض الانتي سايكوتيك دراسه الكلام ده ان شاء الله كله لما نجي السنه الرابعه وناخذ المحاضره بتاعت السي ان اس بنفهم الكلام ده، بتعمل باركنسون لايك سيمبتومز نحن بنسميها اكسترا بايراميدال ديس اوردر لانها بتكفي الدوبامين. فعشان نقللها برضه ندي الانتي ماسكينج ايجنتس، فالانتي ماسكينج ايجنت سنترالي بتعالج الباركنسون ديزيز وبتمنع الادفيرس افكت بتاعت الاكسترا بايراميدال ديس اوردرز او الباركنسون لايك سيمبتومز في بعض الانتي سايكوتيك. كده غطينا 9 افكت، بدينا بالافكت في السموس ماسلز بيعمل ريلاكسيشن، افكت على مستوى الجلانس بيعمل انهبيشن للسكريشن، وظهرت الافكتس في كل التيشوز. في الاي بتقلل بتعمل مايدرياسيس، بتعمل سايكل بليجيا، بتزيد من الانتراكيور بريجر، وبتقلل من الاكريميشن، بتعمل دراي اي. دي في الاي ده كان الاورجن رقم 2.
في الكارديوفاسكولار سيستم بتعمل تاكيكارديا، لكن في اللو دوز ممكن تعمل بارادوكسال براتيكارديا، وبتعمل بلوك ارتيريو فينتريكولار بلوك في حاله توكسيك دوز، وما بيعمل اي افكت على مستوى البلوتز الليس انه يكون في اجونيست موجود، وهنا بتعمل فازو كونستريكتور افكت. الافكت بتاعه على مستوى الجي اي تي والافكت بتاعه على مستوى الريسبيراتوري سيستم انه بيقلل من الموتيليتي وبيقلل من السكريشن. ففي الريسبيراتوري سيستم بيعمل برونكو ديليشن وبيقلل من السكريشن، وبالتالي بنعالج به الازمه والسي او بي دي. اما في الجي اي تي بيقلل من الموتيليتي وبيقلل من السكريشن، وعندنا سيلكتيف ام 1 بلوكر بنقلل بها ال اتش سي ال اند جاستريك اسوسيشنز، وممكن نستخدمه في البيبتيك السر زي البايرينزيمين. الافكت بتاعه كان على مستوى السويت جلاندز، بيقلل من السويتنج وبيقلل من الثيرمورجيتري افكت. في الهاي دوز ممكن يعمل لنا فيفر اند هايبر ثيرميا زي ما شفنا انها بتحصل في الاطفال وفي الانفانت. الافكت بتاعه على مستوى الجينيتو يورين تراكس قلنا بيقلل من الميكتوريشن، بيقلل من الفويدنج، فبيعمل يورينري ريتينشن خاصه في الناس اللي عندهم بلاين بروستاتيك هايبرتروفي. في السي ان اس بيعمل اكسايتيشن، بروم انه الهايوسين بيعمل سيديشن ان ذا بيجنينج. في الهاي دوز بيعمل لنا ريستلسنس وممكن يعمل لنا اجيتيشن، لكن سنترالي عنده افكت انه بيزيد من الحركه بالعلاج الباركنسون ديزيز. الهايوسين سبيسيفيكلي بيعالج هايسن موشن سيكنس لانه عنده انتي هيماتيك افكت. طيب كلينيكلي هل ممكن نستخدم الانتي ماسكرينج لشنو او الماسكرينج انتاجونست في الكارديوفاسكولار سيستم؟ طبعا على طاله هو بيعمل تاكيكارديا، فحنعالجه حاجه اسمها ساينس براديكارديا. يعني حاجه ساينس براديكارديا بتحصل بالذات بعد المايوكاردير انفراكشن. هنا بندي الاتروبين. ناس العيون ممكن يستخدموا الانتي ماسكرينج لشنو؟ ذكرت الحته الكبيريك بنستخدمه تديليت بيوبيل. انا حاول اوسع البيوبيل ليه؟ تو فاسيليتيت اكزامينيشن اوف ريتينا، عشان اقدر اشوف الريتينا كويس واقدر اشخص. فبنستخدمه في حاله الاوبثالموسكوبي اللي هو في تشخيص العين. واكثر واحد مستخدم هو التروبيكامايد والسايكلوبنتوليت لانه عندهم لونج ديوريشن افكت. في استخدام ثاني بيستخدمه ناس العيون مره بيعمل حاجه اسمها ساينيتشيا. الساينيتشيا اللي هو الاتهيجن. فبعض الديزيز زي اليوفيتايتس اللي هو هو التهاب القزحيه، والايريتايتس اللي هو التهاب العضله الموجوده في العين اللي هو الايرس ماسلز، ديل بيلاقي عندهم مشكله بيحصل اتهيجنز. تو بريفنت ذس بندي ممكن ندي الهوماتروبين اللي هو بيمنع العمليه بتاعه الاتهيجنز اللي احنا بنسميها الساينيتشيا. الساينيتشيا فده استخدام برضو مره ممكن يجيك في روشته، لكن موصله بتستخدم تديليت الاي عشان نقدر نعمل اكزامينيشن للريتينا باي اوبتالموسكوبي بالجهاز بتاع المنظار للعين. في النيورولوجيكال او سنتري ممكن نستخدمه شنو؟ زي ما ذكرت جيبيريك بيمنع الموشن سيكنس الهايوسين، ممكن ادي اورالي، ممكن ادي ترانسديرمال باتش يعني قبل زول ما يسافر يخدها، وممكن تشتغل لمده 48 ساعه. برضه بنعالج الباركنسون ديزيز، وفي حال زي دي بنستخدم الانتي ماسكرينج ايجنت اللي بتصل البرين بتركيز عاليه. وبنرجع نستخدم البنزايل اتروبين وبنسميه بنز اتروبين، وبنستخدم ماده اسمها بنز هيكسول اللي بيعملوا كروسنج للبروبرين برين بتركيز عاليه، وبنعالج الباركنسون ديزيز. في الريسبيراتوري سيستم انا ذكرت انها هي بتقلل من السكريشن وبتعمل برونكو ديليشن، فبنعالج بها الازمه والسي او بي دي. اكثر واحد بنرجع نستخدم هو الايبروتروبيوم as anesthesia، بنستخدمه as pre-medication او احنا بنسميه pre-anesthetic medication. وزي ما قلت انه بيقلل من السكريشن اللي ممكن تنتج نتيجه للانهيلد anesthetic لما ندي الغاز، فبنستخدم اكثر واحد هو الاتروبين والهيوزين as pre-anesthetic medication. في الجي اي تي طبعا عنده استخدامات كثيره جدا، اكثر حاجه بنستخدمه تو فاسيليتيت العمليه بتاعت الاندوسكوبي، عمليه المناظير، والعمليه بتاعت الجاستروانتستاينال راديولوجي تو فاسيليت، لانه بيعمل شنو؟ بتعمل ريلاكسيشن للجي اي تراكتس. وممكن ندي الهيوسين تفاسيليتيت العمليه بتاعه الاندوسكوبي استخدام المنظار. عنده افكت از انتي سبازموتيك، بيشيل المغص، وبالتالي ممكن يحصل في بعض الديزيز زي مرض الايريتابل باول سندروم والكرونيك ديزيز. فاكثر واحد بنستخدمه هو الداي سايكلوفيرين، او في ناس بيسموه الداي سايكلومين، ده بيستخدمه از انتي سبازموتكس. الهيوسين برضه بيستخدمه از انتي سبازموتكس. ممكن نستخدمه تو تريت بيبتيك السر، لكن بيستخدم سيلكتيف ام 1 بلوكر ولا زي البايرينزيمين. وطبعا لانه بيقلل من الموتيليتي ممكن يعمل كونستيبيشن، فممكن يستخدم في حاله الووتر دياريا زي الترابيلر دياريا والهايبر موتيليتي دياريا، احنا بنسميها سيلف ليميتد كونديشن اوف هايبر موتيليتي نتيجه لزياده الموتيليتي بس الووتر دياريا. وفي الحالتين بنحتاج نقلل من السبازم، نقلل من الموتيليتي، فبندي الانتي ماسكرين. دائما نستخدم الانتي ماسكرين في استخدام الدياريا بنعمل له كومباين مع اوبيويد ايجنتس اللي هو اوبيويد انتي دياريا ايجنتس، ما بتعمل كروسنج زي اللوبريمايت زي الدايفينوكسيليت. الدايفينوكسيليت بيعمل نقصان في الموتيليتي
بوجود الاتروبين برضو بيعمل نقصان في الموتيليتي. فبنستخدمه في الترابيلر دايريا، في السيلف ليميتد هايبر موتيليتي دايريا عشان يمنع الموتيليتي، وبنقدر نستخدمه عشان يحصل كونستيبيشن وبنقلل من الموفمنت بتاعه البول. ففي الجي اي بنستخدمه في تصرفات عديده، اهمها البيبتيك ألسر، اهمها الموشن سيكنس، اهمها انه بيعمل فاسيليتيشن للعمليه بتاعه الاندوسكوبي، ممكن نستخدمه از انتي سباسموتكس. بالاضافه للحاله دي ممكن نستخدمه في الترابيلر دايريا والووتري دايريا. في اليورينري ديست اوردر ذكرت اجيبك بنستخدم في حاله اليورينري انكونتيننس، لكن الاتروبين سبيسيفيكلي ممكن نستخدم في حاله اليورينري ايرجنسي. واليورينري ايرجنسي بيحصل في حاله بعض الانفلاميشن اللي بنحصل في البلادر، في بعض الانفلاماتوري بلاد ديست اوردر بتعمل يورينري ايرجنسي، فبنستخدم الاتروبين تو ريليف ذيس سيمبتومز. الاوكسيبيوتينين زي ما ذكرت اجيبك والديريفيتيف بتاعته زي عندنا التروسبويم ده نون سيلكتيف، اما الاوكسيبيوتينين هو سيلكتيف للام 3 بلوكر، بنستخدمه في حاله البلادر اسبازم اللي ممكن تحصل بعد العمليه بتاعه السيرجري. لما يكون عندك يورولوجيكال سيرجري، عمليه بتاعه مسالك بوليه، ممكن يحصل بلادر اسبازم وده بيكون عنده بين. عشان نقلله تو ريليفت ممكن نستخدم الام 3 بلوكر اللي بيعمل بيركز على مستوى الحته بتاعه اليورينري تراكس زي الاوكسيبيوتينين والتروسبويم. وبرضه ممكن نستخدم في حاله اليورينري انكونتيننسيس لانه بيقلل من عمليه بتاعه الفويدنج، لانه بيقلل من الكونتراكشن بتاعه الدروس الموصل وبيقلل من الاوبننج والريلاكسيشن بتاع السفينكترز. فمعناها بنستخدمها عشان تريليف البلادر سباسم بعد العمليه بتاعه اليورينري سيرجري، وبرضه بنستخدم في حاله اليورينري انكونتيننسيس. اكثر واحد معروف هو الاوكسيبيوتينين، لكن عنده بعض الديريفيتيفز، عندنا الداريفيناسينز وعندنا السوليفيناسينز ده نيو جينيريشنز وانهم هاي سيلكتيفيتي توورد ام 3، لكن كلينيكالي بنرجع نستخدم الدولدريدين ونستخدم الفيسو تريودين. الدولدريدين والفيسو تريودين هو برضو ام 3 سيلكتيف انتي ماسكلينك وبتستخدم في علاج اليوريني انكونتيننسز. فدي كلها ادويه موجوده بيستخدمها سيرولوجي كتير عشان يعالج اليوريني انكونتيننسز، وممكن يعالجوا بها برضو البلادر سبابس افتر يورولوجيكال سيرجري. طبعا عندنا الايميبرامين، الايميبرامين هناخده السنه الجايه ان شاء الله، هو عباره عن تراي سايكليك انتي بيرسيت. وانا معلومه دي ويك ذكرتها انه في بعض السنتر رياكتنج ايجنتس انتي سايكوتيك زي الانتي ديبرسنت عندهم افكت از انتي ماسكلينج، فعشان كده بتلقى الايميبرامين ولا بعض الانتراي سايكليك انتي بيرسنت زي الاميتريبتالين ممكن نستخدمهم از دراجز فور تريتمنت اوف يورينري انكونتيننسز. اتس بيتر انك تستخدم سيلكتيف ام 3 بلوكر زي الدندورلدين. الانتي ماسكلينج ايجنت برضه بنستخدمها في علاج حاجه اسمها اليوريليثياسيس. اليوريليثياسيس هي نتيجه لعمليه بتاعه الجول بلادر او الستونز، سوري العمليه بتاعه الستونز الحصاوي بتاعه الحالب بتعمل لنا مشاكل وبيكون فيري بينز. فاليوريليثياسيس البينفول ستيميليشن اوف اليوريترال اللي هو الحالب سموسمس النتيجه لوجود الستونز، ممكن نستخدم الانتي سبازموتيك عشان نمنع او نعمل ريليف للبينفول ستيميلال نتيجه لوجود الستونز. برضه بنعالج بيه حاجه اسمها الهايبر هيدروزيس. الهايبر هيدروزيس هي الاكسسيف سويتنج، ففي زول عنده اكسسيف سويتنج سواء كان في اليد بتاعته ولا في راحه الكراع ولا في حته القبط، فهنا عندنا حاجه اسمها هايبر هيدروزيس. مرات بتكون هي باثولوجيكال كونديشن بتحتاج انك تدي انتي ماسكلينج ايجنتس تو بلوك ذيس افكت. برضه والدراسة استخدامها والدراسة كلينيكال انديكيشن بالنسبه للانتي ماسكلينج ايجنتس زي ما ذكرت الاسبوع اللي فات في حاله الكولينرجيك بويزنينج، سواء كان الكولينرجيك بويزنينج من اوفر دوز بتاعت ماسكلين الكولويدز او من اوفر دوز بتاعت اندايركت ايجنتس زي الاورجانوفوسفورس كومباوند والفيزوستيجمين. ففي حاله ذيس بويزنينج ايجنتس بنستخدم الانتي ماسكلينج اللي هو بين الاتروبين، وبنرجع برضه اذا كان في حاله الاورجانوفوسفورس كومباوند ندي معاه الاوكزيمز، والاوكزيم سميناها كولين ستيريز ري جنريتر. دي كلها استخدامات ناس العيون بيستخدموه زي ما قلت في الادهيجنز في بعض الكونديشنز، وبيستخدموه ناس الابطال موسكوبي عشان يعملوا ريتين اكزامينيشن، ناس السي ان اس بيستخدموه في از بري انستيك ميديكيشن وبيستخدموه برضه في علاج الموشن سيكنس، ناس الجي اي تي بيستخدموه في بيبتيك ألسرز تو فاسيليتيت العمليه بتاعت الاوبننج في حاله الانكيوبيشن اللي هو الاندوسكوبي اللي هو المنظار، وبرضه بيستخدموه عشان يملأ الووتر ديارية، وبرضه بيستخدموه از انتي سبازموتكس. الناس اللي اليورينا يورولوجي بيستخدموه في حاله البلادر سبازم، بيستخدموه في حاله اليوريثيزيس، بيستخدموه برضه في حاله اليوريني انكونتيننسيس. فعنده استخدام متعدده بالذات في حاله الاوفر دوز اوف ذا كولينومايميتيك ايجنت زي ما شفنا في الاورجانوفوسفيتس. كده اتكلمنا على مستوى الايفكت بتاع الانتي ماسكلينج ايجنتس في الديفرنت اورجان، وتكلمنا على مستوى الكلينيكال انديكيشنز واستخداماته الطبيه. نتكلم عن مستوى الادفيرس افكت. طبعا الادفيرس افكت ذكرتها اوريدي في الايفكت في الاورجنز، فهي بتعمل دراي ماوث لانها بتعمل انهبيشن للسلايفيشن، بتعمل مايدرييسيس لانها بتعمل ريلاكسيشنز للايرس ماسلز، ما
بالتالي بتعمل بليرد فيجن، الواحد ما بيقدر يشوف كويس، بتعمل تاكيكارديا لانها بتعمل بلوكينج للام 2 ريسبتورز الموجوده في الهارت، بتعمل هوت اند فلاش سكين لانه بتوقف السبيتنج السويتي خاصه بالابوكراين سويتنج جلاندز، بتعمل اجيتيشن اند ديليريوم اند كونفيوجن سنترالي. في الهاي كونسنتريشن بتعمل بلوكينج لكل الباراسيمباثيك فانكشنز. في حاله الاوفر دوز اذا دول اخذ دور عالي جدا من الاتروبين ولا اضر انتي ماسكرين ايجنتس، هندي الانتيدوت بتاعنا اللي هو الفيسوستيجمين اللي هو الكولين ستيريز انهيبيتر. لما ندي كولين ستيريز انهيبيتر معناه كده هنزيد التركيز على ستايل كولين في الاريا بتاعه الساينابس، وكده بنقدر نعمل اوفر كومينج الادفيرس افكتس اللي ممكن تحصل نتيجه للاوفر دوز او البويزنينج فروم ذيس ايجنتس. زي ما قلت في بتعمل بليرد فيجن، بتعمل كونفيوجن، بتعمل مايدريسيس، بتعمل كونستيبيشن، بتعمل يورين ريتينشن اند يورينري ايرجنسي. كونترا انديكيت زي ما قلت في حاله الجلوكوما لانه بيزيد الانتراكرو بريجر خاصه في الاوبن انجل جلوكوما والانجل كلوزر جلوكوما. في الالدرلي الناس اللي عندهم بروستاتيك هايبربليزيا الالدرلي مين عندهم تضخم في البروستات كونترا انديكيتد، وما قاعدين نستخدمها اسي بالرغم انها عندها افكت في البابتيك ألسر، لكن ما قاعدين نستخدمها نتيجه لوجود نيو جينيريشن اوف انتي بابتيك ايجنت افكتيف. ده سمري لكل الكلام والناس تمر عليه وبعدين في السلايدز بتاعت المحاضره عن كل الادويه واستخداماتها والادفانتج والديس ادفانتجز الموجوده فيها والميكانيزم اوف اكشن والكلينيكال ابلكيشنز. كده اتكلمنا عن الفارماكولوجي اوف انتي ماسكرين ايجنتس. نخش بعد ده في النيكوتينيك ريسبتورز. نحن قلنا النيكوتينيك يعني بتكون نيكوتينيك نيورونال اللي هي في الجانجليا، عشان كده بنسمي الادويه اللي بتشتغل فيها جانجليونيك بلوكر، يعني بتكون نيورومسكولر اللي هي موجوده في الماسلز بنسميها نيورومسكولر جانكشن بلوكر او نيورومسكولر بلوكينج ايجنتس. نبدا باول واحد هو الجانجليونيك بلوكرز اللي هو النيكوتينيك بلوكر. هذكرنا الحته دي ان هما these drugs they competitively antagonize the acetylcholine at the nicotinic neuronal receptors الموجوده في الجانجليا سواء كان السيمباثيك ولا الباراسيمباثيك. زي ما ذكرت في بدايه المحاضره انه استخدام الجانجليونيك بلوكرز كان في الماضي لكن اسيما بتستخدم بكثره موجوده للغرض الفارماكولوجيكال اند ريسيرشز، يعني الفارماكولوجيكال اند فيسيولوجيكال ريسيرشز، لكن استخدامها ناو كلينيكالي ما بتستخدم لان هي تعمل بلوكينج لكل الجانجليا سواء كان سيمباثيك ولا باراسيمباثيك، وده بيخلي الادفيرس افكت بتاعتها كثيره جدا. طيب امثله ليها وده موجوده كلينيكال اكسبيرمنتالي في المعامل عندنا التترا ايثايل امونيوم ده الفيرست ري ريكوجنايز جانجليونيك بلوكر ايجنت عنده شورت ديوريشن اوف اكشن. عندنا هيكسا 6 طبعا هيكسا ميثونيوم كان تم اكتشافه بدري في علاج الهايبرتنشن، وعندنا الديكاميثونيوم والديكاميثونيوم هو بيستخدموه از نيورومسكولار بلوكينج ايجنت هو دي بولرايزنج نيورومسكولار بلوكينج ايجنت لكن برضه ما قاعد يستخدم الان نتيجه للديسكفري بتاع الاذر ايجنت. الاذر ايجنتس اللي هي موجوده لحد الان عندنا الميكامايلامين والترايميثافان. الترايميثافان والميكامايلامين هما بيستخدموه في علاج الهايبرتنشن بالذات الامرجنسي هايبرتنشن بعد نوع معين من السيرجري. الميكامايلامين بيستخدموه اورالي اما الترايميثافان مستخدم انترا فينس. ده الشكل الكيميائي ممكن تكون اخذته في الميديسن الكيمستري ما عليكم به، لكن نخذ في بالنا ان الموجودات الكلينيك اللي الان ميكامايلامين والترايميثافان ديل موجودات اكسبيرمنتالي ما قاعده تستخدم الان. طيب الاورجان افكتنج باي جانجليونيك بلوكرز طبعا في السي ان اس الميكامايلامين بالذات لان هو كوارترن امينز ما بيقدر يعمل كروسنج. الميكامايلامين سوري هو تيرشري امين وبالتالي بيعمل كروسنج للبلوت برين بارير، لكن الترايميثافان هو كوارترن امونيوم ما بيقدر يعمل كروسنج. اف ات كروس الميكامايلامين بيعمل سيديشن بيعمل تريمر بيعمل كوريا فورم موفمنت يعني كوريا فورم دانسينج بيسموها عندها نوع معين من الحركه، وبيعمل برضو منتال ابيريشنز دي كلها نتيجه لوصول الميكامايلامين للبرين. في الاي طبعا اكيد زي ما عمل ذاك بيعمل ده بيعمل سايكلوبليجيا بيعمل لوس اوف اكوميديشنز وبيعمل بيوبل ديليشنز كمان برضو مايدريسيس. في الكاردوفاسكولار سيستم بيعمل بلوكينج للارتريال اند فينس تونز لانه بيكفل السمبثيتيك والباراسمبثيتيك معناها ما هيكون في شنو ما هيكون في كونتراكشن سواء كان الارتري سواء كان الفينس تونز، وبالتالي بيعمل لنا هاي بوتنشن واكثر حاجه بنسميه اورثوستاتيك هاي بوتنشن بتغيير الوضع بيحصل فولينج في البلود بريشر. كاردييكلي بيحصل نقصان في الكونتراكتيليتي وبالرغم انه ممكن يعمل لنا في حاله النورمال دوز ممكن يعمل مودريت تاكيكارديا لانه الاي بي نوت هي ميلي الاس اي نوت هي ميلي نيرفد باي سيمباثيك في بلوك معناها ممكن يحصل طوالي افكت على مستوى الريسبتورز وبيحصل تاكيكارديا. طيب في جي اي تراكت زي ما ذكرت بيحصل نقصان في السكريشنز بيحصل نقصان
في السكريشنز وبيخسر فرصة في الموتيليتي. الاذر سيستم برضه بيحصل يورين ريتينشن نفس الايفكتس. اما في السكشوال فانكشن نتيجه للبلوكينج بتاع الاثنين فبتحصل انه سكشوال فانكشن از امبيرمنت, بيحصل امبيرمنت, ما بيحصل اريكشن نتيجه في بلوكينج للباراسيمباثيك, ما بيحصل ايجاكشن لانه بيحصل نتيجه بلوكينج للسيمباثيك نيرفس سيستم. برضه ممكن يحصل هايبرثيرميا لانه في بلوكينج على مستوى السويت جلاندز, وخاصه الهايبرثيرميا اذا كان في كونديشنز معينه. طيب كلينيكي ممكن ندي الجانجليك بلوكر لشنو؟ ما بنستخدمه الان زي ما قلت ميل اللي بتستخدم في الريسيرش سواء كان فارماكولوجيكال او فيسيولوجيكال ريسيرش. ليه؟ لان عندها نون سيلكتيف بلوكينج لكل النيكوتينيك نيورون سيمباثيتيك وباراسيمباثيك, ده بيخلي الادفيسيف بتاعتي كثيره. الحاجه الثانيه بيبقى في نيو جينيريشنز, يعني احنا تم اكتشاف كميه من 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 الارقام, كميه من الارقام من الريسبتورز والدراجز اللي بتستخدم فيها. طيب الميكامينامين عنده استخدام مهم جدا, انه مرات بيسموه ادجوفان ثيرابي, بيسموه ادجوفان ثيرابي دائما كومبايند مع النيكوتينيك باتش. يعني احنا الواحد لو كان عنده نيكوتينيك ديفيز نيكوتينيك ديبندنس فتريديوس نيكوتينيك جريفينج اللي هو الرغبه في التدخين, بنستخدم ترانستيرم نيكوتينيك باتش, ومرات ندي معها الميكامينامين از ادجوفان ثيرابي عشان نعالج من العمليه بتاعت العلاج من النيكوتينيك ديبندنس. الترايمر كمان بنستخدمه زي ما قلت في حاله الهايبرتنشن ايمرجنسيز, وبنستخدمه في الدايسكتنج اورتيك انيوريزم اللي هو نقصان في او ضعف في عضله في نوع معين من السيرجري, بيكون في ضعف في عضله في عضله الاورتا اللي احنا بنسميه دايسكتنج اورتيك انيوريزم, لكن بنستخدمه في حاله الهايبرتنشن ايمرجنسيز. وممكن برضو بيستخدم في عضله السيرجري انه بيقلل من بعض البليدنجز من بعض الانواع بتاعه السيرجري. كده غطينا الكانجلوك بلوكرز. اخر بارت من المحاضره اللي هو drugs that block nicotinic muscular receptors, ودي موجوده على مستوى المسلز, احنا بنسميها نيكوتينيك, بنسميها neuromuscular blocking agents. الدلتا اريا بتاعت النيورومسكولار جانكشن كلنا في السكيلتال المسل بتاعتنا في اي عضله هي voluntary بننقل innervation بيحصل بالسوماتيك نيرفس سيستم اللي هو واحده من النيورونز رابطه زي ما قلنا السباينال كورد لحد المسلز. في النهايات العصبيه بنلقى الشكل ده, طبعا ده النيورون بتاعنا, وبنلقى فيه الفيزيكال ستريتش باي اسيتايل كولين. اول ما الاسيتايل كولين طلع بيربط في الريسبتورز بتاعته, هي عباره عن نيكوتينيك ماسكولر ريسبتورز, والنيكوتينيك ماسكولر ريسبتورز لما نتربط فيها الاسيتايل كولين بيفتح ويخش الصوديوم بيحصل اكشن بوتنشال لدرجه انه بعد ذاك يحصل العمليه بتاعت الكونتراكشن اوف ذا ماسلز. طيب نيورومسكولر بلوكينج ايجنتس اللي هو ايجنتس ذات بلوك كولينرجيك ترانسميشن في الحته بتاعت السينابس باي بلوكينج نيكوتينيك ريسبتورز. عندنا طريقتين, ايذر you block by antagonizing competitively, نحن نسميها competitive neuromuscular blocking agents, أو نحن نسميها non-depolarizing blocking agents, أو نحن في أدى الطريقة هي non-competitive, نحن نسميها depolarizing blocking agents, depolarizing blocking agents. طيب نبدأ بأول كلاس اللي هو competitive non-depolarizing blocking agents, وده من اسمه they only block the receptors, they only block the receptors. مثال معروف جدا هو the prototype هو الكيورير اللي هو الكيورير. طيب الكيورير عنده عائلة كبيرة جدا, هي التيوبيكوريرين والاتركوريوم والتوكساكوريوم والميتوكوريوم والميباكوريوم والفيكوريوم, وإضافة لديه كلهم بنلقى فيه الجالامين. الجالامين هو ما كيورير كمبار. طبعا الكيورين ده كان بيستخدموه الهنود الحمر في اصطياد, في الاصطياد بيخطوه في السهم وبرموه اول ما يصيب الهدف سواء كان حيوان, يعني بيحصل طوال باراليسيس المصل وبيقدر يصيد الحياة. فهي تم اكتشافها في المنطقة بتاعت الهنود الحمر هو كيوريل. طيب these drugs they give intravenously, الكيوريل العائلة بتاعت كلها بنديها intravenously وبتعمل long term paralysis. الهالف لايف الانسيت بتاعت الاكشن بتاعته تصحر بالدقيقتين لخمسة دقائق, وبرضه الديوريشن بتاعته بتاخد دقيقتين لخمسة خمسة دقائق, ده بالنسبة للكيوريل والعائلة بتاعته. طيب من ناحية الميكانيزم اوف اكشن واضح جدا, they prevent the binding of acetylcholine to receptors على مستوى النيكوتينيك موسكيول ريسبتورز, وكده بيؤدي لحاجه اسمها فلاسيد باراليسيس. فلاسيد باراليسيس هنشوف النوعين بتاع الباراليسيس, بنسميه فلاسيد باراليسيس. فارماكولوجيكال اللي بيعملوا شنو, ناخد في بالنا انه not all the muscles are equally sensitive to curare, not all muscles are equally sensitive. اكثر واحده affected by the curare and neuromuscular blocking agents هما الرابيدلي كونتراكتنج ماسلز, خاصه على مستوى الوجه والعين الفيس والاي, ذن بعديها بتجي الاصابع الفينجرز, بعديها بتجي الليمس, وبتجي بعد ذاك النك
والترانكال ماسلز العضلات الكبيرة. آخر عضلة بتتأثر بالكيورير والإيجنت اللي بتشبه الكيورير هي الانتركوستال ماسلز. كلنا عارفين الانتركوستال ماسلز هي مهمة جدا في العملية بتاعت الريسبيريشن. وآخر عضلة affected by this هي الديافرام. فدائما هي بتصيب العضلات اللي بتعمل كونتراكشن سريع زي الفيس بعد ذلك زي الاي، بعد ذلك بتجي على مستوى الفينجرز، بتجي بعد ذلك على مستوى الليمس، بعد ذلك بتجي على مستوى النيك والترنك، اخر حاجه بتجي على مستوى الانتركوستال والديافرام ماسلز. طيب لما نحصل ريكفري خلاص ادينا الدواء بعد شويه ده يحصل ريكفري، الايفكت بيكون ريفيرس. يعني اول حاجه بتفك وبترجع تحصل لها كونتراكشن طبيعي هي الديافرام، بعد ذلك الانتركوستال ماسل، بعد ذلك النيك والترنك الماسلز، واخر حاجه بيحصل لها هي الاي والفيس. فمعناها بيحصل لهم باراليسيس فيرستلي ويحصل لهم ريكفري لاستلي. يعني اول حاجه بيحصل لها باراليسيس هي اخر حاجه بتفك من الباراليسيس. القلمين سبيسيفيكلي عنده سيمباثيتك افكت وعنده باكوليتيك. لما نقول باكوليتيك معناها عنده باراسيمباثوليتيك افكت وعنده سيمباثيتك افكت، معناها بيزيد من الهارت ريت وبيعمل تاكيكارديا لكن لا بيعمل هيستامين ريليز، لان كل الكيورين انالوجز بتعمل هيستامين ريليز ولا بيعمل جانجلونيك بلوكينج ايفنت. طيب بندي النيورومسكل بلوكينج ايجنتس يا الكومبتيتيف 200 طبعا بنديها كادجوفانت ثيرابي في الانستيزيا. يعني في حاله الانستيزيا مرات بحتاج انه يحصل ريلاكسيشن لكل المسلز، فبنديه ادجوفانت ثيرابي في حاله الانستيزيا لانه يتريلاكس سكيلتال المسلز. في الشورت سيرجيكال بروسيديا خاصه للتراكيال انتيوبيشنز، لو ده عمل منظار او ده عمل انتيوبيشنز ده ادخل تيوب، فالتراكيال انتيوبيشن بحتاج يدي مرات الكيورير عشان يحصل ريلاكسينج للمسلس وبالتالي to help this process. برضو في حالة الإلكترو كونفولس ثيرابي مرات بنحتاج نلجأ للECT اللي هو العلاج بالكهرباء، وده بنعالج به بعض السايكوتيك والديبريشن كيسز. فبندي علاج بالكهرباء الغرض منها انك تعمل مينتين. فلما ندي إلكترو كونفولس ثيرابي you need to control the muscle contraction by giving كيورين and other muscle blocking agents. الادفيرس افكت طبعا اكيد بيعمل هايبوتنشن نتيجه انه بيعمل ريليز للهيستامين، وهو بالاضافه للهاي دوز ممكن يعمل لك جانجلونيك بلوكينج بيعمل هايبوتنشن، بيعمل تاكيكارديا لانه ذكرت انه هو باكوليتيك وعنده سيمباسي مايميتيك افكت، فكده بيزيد لنا الهارت ريت وبيعمل تاكيكارديا وبيعمل برونكوسبازم. بنعمل برونكوسبازم ليه؟ لانه بيزيد من الهيستامين ريليز، وكلنا عارفين الهيستامين بيعمل كونتراكشن لللنج، بيعمل كونتراكشن لللنج وبالتالي بيحصل برونكوسبازم. السكند فاميلي من العائله بتاعت النيوروسكال بلوكينج ايجنتس هي ديبولايزنج نون كومبتيتيف بلوكينج ايجنتس. نون كومبتيتيف ما بتشتغل باي كومبيتيشن لكن بتعمل ديبولايزنج. العائله دي كلينيكال في دواء واحد مستخدم في العائله دي هو الساكسينايل كولين. ساكسينايل كولين طبعا ميكانيزم اوف اكشن الساكسينايل كولين بيصل لحد المسلز وبيربط في النيكوتينيك ريسبتورز زيه زي الاسيتايل كولين، فبيعمل ديبولايزنج افكت في الاول لكن الديبولايزنج افكت بيحصل له بيرسيست بيستمر لانه السكسينايل كولين ما بيحصل له تكسير بالترو كولين ستيريز. كنا عارفين الترو كولين ستيريز قاعد في الساينابس لكن السكسينايل كولين بيتكسر بالسودو كولين ستيريز، والسودو كولين ستيريز قاعد في الاذر اريا ساتش از البلازما، فبيقوم بيتجمع في الحته دي وبيربط في الريسبتور لكن ما بيزح لانه بيتكسر بالترو كولين ستيريز. فعمليه الديبولايزنج بتستمر، الديبولايزيشن بتستمر، والcontinuous depolarization بيحصل بعديه gradual repolarization of sodium channels and then closing and the blocking of the receptors. معناه في الأول بيحصل depolarization كأنه حصل contraction لكن العملية تاعت depolarization بتكون مستمرة لعدين بيحصل repolarization and blocking of the receptors. لكن سميناها depolarizing non-competitive blocking agents. طبعا العملية دي بتدينا في النهاية repolarization وبيحصل بعد ذلك عملية بتاعت relaxation، وبالتالي العمليه دي بنسميها فلاسيد باراليسيس. ده كان اسمه سباستيك، ده بنسميه فلاسيد باراليسيس. ذس كوز العمليه بتاعه سوري هي بتعمل سباستيك باراليسيس، انا هعدلها، هي بتعمل سباستيك باراليسيس وليس فلاسيد باراليسيس. الاول بيعمل فلاسيد باراليسيس اما ده بيعمل لنا سباستيك باراليسيس. ثيرابيتيكلي ممكن ندي السكسينايل كولين لشنو؟ بندي السكسينايل كولين برضه للعمليه بتاعه الانتيوبيشن الانتراكرير انتيوبيشن، وبرضه بنعالج بيه في حاله الانترو كونفولسيف ثيرابي تو كنترول الكونتراكشن بتاع السكيلتال ماسلز. فهو زيه زي الكيورين بنستخدم في حالتين بتاعه الانتيوبيشن وبنستخدم في حاله الالكترو كونفولسيف ثيرابي، لكن في حاله الانستيزيا بنرجع نستخدم الكيورين اكثر من السكسينايل كولين. الادفيرس افكتس بيعمل بوست اوبراتيفلي ماسل بين،
الكيورير بيعمل هايبرثيرميا لانه في الاول بيحصل ديبولاريزيشنز ديبولاريزيشن بيرسيست بعدك بيحصل ريبولاريزيشن بعدك المسلز ممكن تحصل لها ديبولاريزيشن ثاني فبالتالي ده بيزيد من الميتابوليك ريت في المسلز وبالتالي بيحصل هايبرثيرميا بيعمل ابنيا ضيق في النفس لانه بيحصل باراليسيس للديافرام بيحصل باراليسيس للانتركوستال المسلز بالتالي حيكون في صعوبه في التنفس اند لاست وان يمكن يعمل لنا براديكارديا بيعمل براديكارديا ده كان بيعمل تكيكارديا ده بيعمل براديكارديا وبيزيد برضو من البرونكيال سيكريشنز يعني واحده من المشاكل وده بتخلينا السبب الرئيسي بنقدر نستخدمه مع الانستيزيا لانه بيزيد من البرونكيال سيكريشنز وبالاضافه انه هو بيعمل براديكارديا فمعناها ان احنا عندنا تو كايند اوف ذا نيورومسكولار بلوكينج ايجنتس يا اما جاست تو بلوك ذا ريسبتور كومبتيتيفلي فان احنا بنسميها كومبتيتيف نون ديبولايزنج ايجنتس واكثر مثال معروف لها هي الكيورير او you start to depolarize the receptors and then it persists لحد ما يحصل depolarizations and then the muscle resist العملية بتاعت depolarization again اللي احنا بنسميها depolarizing blocking agents النوع الاول بتاع الكومبتيتيف نون depolarizing agents بيعمل flaccid paralysis اما النوع الثاني بيعمل spastic paralysis وده الفرق بين spastic paralysis والflaccid paralysis لو زلت اديته كيورير طوال العضله بتاعته بترخي طوال مباشره فبتحس انه يديه طوال بيقعد اما الاسباستيك باراليسيس في الاول على العضله بيحصل لها كونتراكشن وعشان كده تكون جت انضمت على جسمه بعدك حصل ريلاكسيشن لانه حصل كونتينيوس ديبوشنز زي ما واضح هنا هنا جاست انه يديه بيقعد لكن ده بتحس انه يديه اتشمط بعدك حصل لين ريلاكسيشن ده الفرق بين الاسباستيك باراليسيس والفلاسيد باراليسيس فلاسيد باراليسيس بيعمل كيورير اما الاسباستيك باراليسيس بيعملوا السكسنايل كولين تقريبا كده انتهت محاضرة اليوم اللي اتكلمنا عن كل البلوكرز we start by mentioning the muscarinic blockers سواء كان selective or non-selective اتكلمنا عن different organs affected اتكلمنا عن different clinical indications اتكلمنا عن مستوى adverse effects اتكلمنا عن مستوى contraindication ومن الديلية to patients وهي طبعا ربطة مع المحاضرة الفاتت لو فهمنا الparasympathomimetic اكيد حنفهم الparasympathomimetics او الantimuscarinic blockers لكن شفنا النيكوتينيك بلوكرز وقلنا عندنا تو كايند اوف ريسبتورز يا اما في الجانجليا سميناها جانجليونيك بلوكرز ودي قلنا بنستخدمها هسه بكثره نتيجه ان عندها ادفيرس افكت كثيره او نعمل بلوكينج للنيكوتينيك ماسكل ريسبتورز اللي هي موجوده على مستوى المسلز يا اما ديبولرايزنج يا اما نون كومبتيتيف ديبولرايزنج يا اما تكون كومبتيتيف دي نون ديبولرايزنج بلوكينج ايجنتس ودي واحده بتعمل لنا سباستيك باراليسيس واحده تعمل لنا فلاسيد باراليسيس اتمنى تكون المحاضره واضحه ان شاء الله في اي سؤال نخش في جروب التليجرام نجاوب لكم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته